صح. طيب هنخرج بقى من ان لو قعدت اتكلم معاك عايزين 3 4 حلقات ان ما شاء الله يعني سي في وتاريخ ومشوار رائع يعني. عايز ارجع بقى مصر ونتكلم في القضايا بتاعتنا. يلا بينا. والدنيا الاهلي اللي حصل في ماتش الوداد كنا يعني كلنا قبل الماتش بنقول صحيح. الاهلي موضوع اتصعب لما الماتش راح المغرب، بس احنا كنا عندنا ثقه في الاهلي كفريق كوره ان هو اقوى، مع احترامي طبعا للوداد ان هو اقوى من الوداد في صحيح. اي حته في العالم الاهلي هيكسب الوداد. مباراه الاهلي والوداد لو اتلعبت في اي مكان تاني اعتقد كان النادي الاهلي كان هيكسب المباراه. مباراه الوداد لو اتعادت تاني النادي الاهلي هيكسب الوداد. لكن خلينا دايما نتكلم كلمه حق، لازم امسك المباراه بجزئين. كان في ظلم على النادي الاهلي، اكيد كان في ظلم على النادي الاهلي هو خارج الملعب، ما قبل المباراه، ما قبل المباراه في ظلم وفي تعند وفي 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 ان مباراه تتلعب مباراه نهائيه نهائي الافريقيا تتلعب في المغرب ده وعدد الجماهير. خلينا نتكلم كل ده موجود، كل ده ظلم. خطأنا اللي احنا ما قدمناش شايف الاتحاد المصري يعني اطلع النادي الاهلي شويه، لان رسميا النادي الاهلي ما جالوش اخطار. يعني بص كل الاخطاء الاداريه ديت وكل بس كان ساعتها الاهلي والزمالك لسه في البطوله صحيح، فلو كان في خطوه اللي احنا ننظم كانت من الانديه تخاطب الاتحاد ولا الاتحاد هو اللي يخاطب؟ هو دايما المعروف ان الاتحاد القاري بيخاطب الاتحاد المحلي، المحلي والاتحاد المحلي هو بيتكلم مع الانديه. ده هو في تحقيق على فكره دلوقتي من وزاره الشباب والرياضه مش عايز اقول تحقيق يعني اتحاد الكوره بيشوفوا ايه اللي حصل، الخطاب ده ما راحش او ما ظهرش ليه للانديه. اصل لازم ده يتم علشان انت كمان بتتكلم على اللي جاي، لازم يكون في سيستم محطوط ولازم يكون في نظام. وخلي بالك عدم وجود نظام ممكن يكون بيتوه مين المسؤول، فلما بتحط نظام معين يبقى المسؤول واضح وصريح، المسؤول عن النقطه ديت فلان او وبالتالي العمليه بتبقى سهله. تمام. كل ده نتكلم فيها كريم ونقول النادي الاهلي اتظلم بشكل كبير جدا وكان في نيات، كان في تخطيط، لكن كان في تخطيط لخساره النادي الاهلي اللقب. لكن اللي بلوم عليه ومش عايز اللعيبه تزعل مني الرياكشن في الملعب. انا لما كنت في هذه الاجواء، واحنا مرينا باجواء صعبه كتيره جدا في مشوارنا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، انت ازاي ما تحولش كل التحديات ديت لطموحات جديده واصرار جديد؟ انا لما اكون مظلوم وحاسس بالظلم، ده انا انزل ملعب اكل النجيله، ده انا لازم ابين لك رغم ظلمك لا انا متواجد، انا لاعب النادي الاهلي، انا شخصيه النادي الاهلي اللي للاسف ما كانتش موجوده في ال 90 دقيقه في الماتش ده. كوره لا ككوره اتغلبنا جوه الملعب كوره. نتكلم على في بعض التاثيرات على اللعيبه، كان في لعيبه الناحيه الفنيه برضو انا يعني في شويه حاجات في التشكيل في بدايه الماتش معاك، كل ده نقدر نتكلم برضو ما عجبتنيش من موسيماني حقيقي. انا بتفق معاك، بدايه الماتش ما كانتش بالمستوى المطلوب على المستوى الفني. انت طيب انت عايز تبدا من تحت وشايف ان اول 10 دقائق الوداد بيضع بخمس لعيبه ومش عارف تطلع بالكوره، طب ما ايه العيب ان انا اخلي الشناوي امسك اطلع بفرقتك شوي. لان انت كده ساعدته يعني، انت الوداد مش من الفرق اللي بتعمل بيلد اب، فهي مشكله ما تبنيش الهجمه من تحت بالظبط. فانت كده بتسهل له الامور، انك هو بيضغط عليك في التلت بتاعك، في التلت الاخير بتاعك بياخد الكره بيبقى قريب من الجون، وده ظهر في اول 10 دقائق. كره اتقطعت في التلت الهجومي، اتشاط جت في العارضه، طب دي اشاره بقى احنا مش قادرين نطلع بالكوره، الجون بعديه بعديها باربع دقايق جت جول. ففي اخطاء فنيه، في اخطاء فنيه، في كنت اتمنى يكون الرياكشن بتاع اللعيبه افضل من كده، لانك لعيب النادي الاهلي انت شخصيه النادي الاهلي، ولا جماهير تهزك المفروض، ولا جماهير تهزك ولا ارض تهزك. لما قفشه وشريف نزلوا بقى في كوره وفي لعب، وحتى لو خلاص كان هما كسبانين 2-0، ما هو خلي بالك ال 2-0 برضه وانا برضه مش عاجبني موضوع بيرسي تاو قصير وهو المهاجم مش النادي الاهلي، مش تركيبه النادي الاهلي يعني يلعب تحت. هو لعيب كويس جدا بتكلم عليها ان انت هو مش وحش، هو لعيب كويس جدا حلو قوي، بس توظيفه كان صعب شويه. في بعض المباريات لعب سترايكر، بس كانت المنظومه مختلفه، انك كنت بتطلع قادر تطلع بالكوره من تحت صح، فبيستلم في رجله، لكن انت بتلعب كوره طويله، هم عندهم اجسام كويسه، هو ما بيلعبش بدماغه كويس، فدي كانت مشكله. في اخطاء فنيه، ما فيش شك، اتغلبنا في الملعب، اتغلبنا في الملعب. جزئيه الظلم اللي اتعرض ليه النادي الاهلي، النادي الاهلي اتعرض لظلم كبير جدا، ان مباراه نهائيه بتقام ما فيش حتى فير في عمليه الملعب، التذاكر والجماهير، كل ده نتكلم فيه. لكن ما الوم عليه اللعيبه، الجزئيه اللي بتكلم عليه الناحيه الفنيه، شخصيه النادي الاهلي ما كانتش ظاهره. احنا دايما متعلمين في النادي الاهلي لما حتى بيكون في ظلم عليك، حول الظلم دوت لانك تموت نفسك في الملعب وتبين للناس كلها مهما كان الظلم احنا قادرين. عارف لو كان النادي الاهلي حارب وظهرنا بشكل افضل من كده،
كنا يعني الموضوع كنا نتقبله بشكل احسن. شايف الانتقادات اللي طالت موسيماني كل ما الاهلي مثلا بيخسر بطوله تبدا الناس تتكلم عن موسيماني، رغم ان هو ما بين السطور